جمع المودعون في تظاهرة ضمت العشرات من جمعية صرخة المودعين وأموالنا لنا، رفضاً لإقرار قانون الكابيتال كنترول. وبدأ الاعتصام من ساحة الشهداء بالتزامن مع جلسة لجنة المال والموازنة التي تبحث القانون قبل إحالته إلى المجلس النيابي وسط انتشار أمني مكثف. هذا الموضوع قصة الكابيتال كنترول في له أسرار كتير، والآي ام اف منه لأنه كاريتاس ولأنه مقاصد، ومش هيعطيهم كرمال سواد عيونهم. في خطة ممنهجة معمولة ما بين هالأربع خمسة اللي حاكمين البلد وما بين الأمريكان، والآي ام اف هو لاعب وسط ما بين الاثنين. النواب اليوم يلي بيمثلوا الشعب اللبناني جايين يحكوا بشيء اسمه كابيتال كنترول. الكابيتال هي برا عم بيعملوا كنترول عمين، عم بيعملوا كنترول على الطلبة يلي بدهم يعلموا اولادهم برا، بيطلعوا لهم قوانين. هيدا هو ذاته مجلس النواب يلي ما بينفذها. وسار المتظاهرون من أمام مسجد جامع الأمين إلى محيط ساحة النجمة، حيث نزل رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان من جلسة لجنة المال والموازنة ليقابلهم، إلا أنهم واجهوه بالطرد، معتبرين أن لا مكان له بينهم، ومكانه مقاعد المجلس حيث عليه رفض الكابيتال كنترول. خليني أقول لكم شغلة، أنا بعتقد نحن سامعينك. بتبلش الجلسة، ما لك مصلحة اعطيني. وصرخات المودعين سوف تتكرر وتتصاعد لتواكب اللجان والجلسة النيابية العامة لاحقا لإقرار القانون. زهراء فردون، قناة الجديد.